السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات. معنا واحد الحالة إنسانية واجتماعية ديال واحد الطفل معاق، يعني عنده واحد الإعاقة يعني شاملة. الطفل ما كيتكلم، ما كي يعني كفيف، ما كيشوفش بعينيه. معنا الأم ديالو يعني غتكلم لنا على الظروف اللي كيعيش فيها هذا الولد. تفضلي يا لالا. السلام عليكم، انا ام هاد الوليد عطامين مهدي. ما كيشوش، ما كيسمعش، ما كيهضرش. بغيت المساعده، الله يجازيكم بخير. كيفاش اختي تصاب بهاد المرض؟ انا ما عرفتش. المهم عنده 20 يوم وقع لي بحال هكا. مشي ديتو الطبيب تيقول لك حقا عنده اعاقه، ما عرفتش انا اش من اعاقه عنده. ما خصوش ليا حتى الحاله ديالو. فين ما كنمشي كنبغي ندير ليه الترويض وداكشي ما كيبغيوش ليا. كيقول لي سيري على الطبيب يدير لك اعاقه. اش من اعاقه نديروا لي؟ اش من ترويض؟ مني كنمشي عند الطبيب ما كيعطيني حتى حاجه. دابا حاليا كاع البيبان دقيتهم، حتى باب ما تحل في وجهي، وما عنديش، والحاله ضعيفه. راجل ما خدامش، انا كنت معاونه راسي مع في البيوت عند الناس. دابا غير جالسه، الوليد ما حنا معاه، ما كينعس، ما كيشوف، ما حتى شي حاجه. كنطلب من المحسنين وجلاله الملك الله ينصرو والسلطه يتعاونوا معايا على هذا الوليد. الله يرحم ليهم الوالدين. هو ملي تصاب بهذه الاعاقه ملي تزاد؟ اه ملي تزاد. يعني انت ما كت هو مسكين كفيف، يعني عنده 3 سنين ما كيشوفش، ما كيتحركش، ما كيتكلمش. الاب ديالو ما خدامش. انت الظروف ديالك يعني المعيشيه ماشي يعني غير كتخدمي في الديور، باش يعني شنو يعني شنو الرساله اللي كتبلغيها عبر هذه القناه ديال شوف تي في؟ كنطالب من المحسنين والمحسنات يتعاونوا معايا، ومن السلطه وجلاله الملك الله ينصره يتعاونوا معايا على هذا الوليد. غير العلاج ديالو، الدواء، الكروسه، المهم شي حاجه على حساب هاد الوليد. الله يجازيكم بخير. مشيتي توجهتي لشي جمعيات ديال المعاقين هنا؟ توجهت، حتى شي واحد ما ساعدني. تقول كلشي اللي كنمشي عنده، ولا المقدمين، ولا الجمعيه، ولا اي واحد كنمشي عنده كيقول لي ما عندنا حتى شي حل. حنا ما عرفت حتى شي حاجه. يعني كيفاش كتكلفي بهاد المعيشه ديالو؟ بزز ما الحاله ضعيفه بزز، باش كنجيبو داك اللقمه ديال العيش باش غياكل، باش غندير ليه كوش، باش غنشري الحليب، بزاف تاع الحوايج. كيبغي التقاشر ديالو ياكلهم، اي حاجه لقاها كياكلها. ما عارف حتى شي حاجه، يعني اي حاجه ما عارف، اي حاجه، اي حاجه كاينه كياكلها. ما كيعرف حتى شي حاجه، ما كيفهم والو. اي حاجه جات قدامه كياكلها، ما كينعش ليا بالليل كاع نهائيا. تكون ماك ديتيه لشي يعني شي مستشفى؟ شي ديتو عند الطبيبه ديال العينين. اصلا الدكتور واحد الاول الغازي ولا ما نعرف سميتو قال لي ما عندوش الحل. دار لي اعاقه دهنيه. واش هو عيا تكون عنده ديال الدماغ ولا ديال العينين؟ دار لي اعاقه دهنيه. دار لي واحد ما كيشوفش كاع، ولكن ما خاصوش يقول لك بحال هذيك الطريقه اللي قال لي. كيحطوا لي في الارض وكيقول لي اجي جلسي معايا. هاد الولد ما كيعرف، سيري كولي وشربي وخليه حتى هو زعما حتى يموت، ولا ما عرفتش شنو هذا الشيء. ما فهمتش. اي طبيب ديال العينين كنمشي عنده كياخذ الفلوس، ما كيدوش لي لا فيزيت لا حتى شي حاجه. غير اي كيتجاوب معاك بحال هكا، كنعطيه الفلوس كيهضر معايا كيقول لي ما كيشوفش. راه ما يمكنش دير التلفازه، ما درتي لي حتى شي حاجه. راه ثلاثه الفيزيتات اللي دايره لي دابا، حتى شي واحد ما عطاني شي حل. كنمشي لهنا الحسن الثاني ما كيقبلونيش، كيصيفطوني تقول لي سير الدار البيضاء. الدار البيضاء انا ما عنديش. طالبه بالليريم، الليريم ما بغا يديرو حتى شي واحد. خاصني الليريم لهاد الوليد باش نعرف اش معاه. التكاليف اللي طالبوك ديال الليريم باقا ما عرفتيش؟ باقا ما عرفتش لحد الان، باقا ما سولتش. انا دابا كنطالب بالليريم لولدي باش نعرف اش معاه عنده بالضبط. وكرسي متحرك، وكرسي متحرك باش يمشي. حقاش انا ما بغيناش نبينوا هاد الولد اللي هو يعني في واحد الظروف كارثيه، ومسكين يعني مطروح للارض، ما كيتكلم، ما كيتحرك، ما كيشوفش. يعني الاسره ديالو. بغينا كالاخت يعني الرساله الاخرى اللي توجهها عبر هذه القناه ديال شوف تيفي. انا كنقول المحسنين و كاع اللي تيشوف هذا الفيديو يتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير. حقاش انا ما حنا مع هذا الوليد، تعذبت بزاف، ما كينعس، ما كيشوف، ما حتى شي حاجه. انا نحمد سيدي ربي ونشكره به، ولكن راه الحاله ضعيفه ما عنديش. انا كنحمد الله ونشكره، ولكن ما عنديش، ما قدرتش نكمل المصاريف ديالو كامل، العلاج ديالو وقفت وحبست كلشي. ما قدرت ندير لي مازال حتى شي حاجه، حبسه الدواء، حبسه كلشي. عندي وليد اخر وبنيه، عندي ثلاثه دابا، ثلاثه الوليدات. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في يعني مباشره من مدينه سطات، معنا هذه الحاله الاجتماعيه ديال
السيدة اللي عندها واحد الولد 3 سنين اللي عنده هو كفيف، عنده إعاقة شاملة، كفيف ما كيتكلم ما كيشوف ما كيتحركش بصعوبة. يعني الأم ديالو كتناشد المحسنين وذوي النية الحسنة على أساس أنه يتفاعلوا مع هذا البت ويتعاونوا معها، كتطلب غير كرسي متحرك والتكاليف ديال العلاج ديالو، هذا هو الطلب ديالها. متتبعي قناة شوف تي في، كنشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر مع حالة اجتماعية جديدة.